طلاب الشهادة الإعدادية، أخباركم عاملين إيه؟ النهاردة مع بعض هنبدأ أول دروس الوحدة الثانية. نص مهم جدا جدا ومن الدروس اللي بتتكلم عن حقوق المرأة، فتعالوا نشوف مع بعض الدرس بتاعنا اسمه رحمة ومحبة. احنا متفقين ومتعودين مع بعض ان اي نص او اي عنوان لاي درس ده بيربط لي بمحتوى الدرس نفسه، فتعالى نشوف مع بعض كده نفكر اسمه رحمة ومحبة تفتكر هيقول ايه. معنى ان رحمة ومحبة يبقى اكيد هو هيتكلم عن حاجة تخص العلاقات الانسانية، تعامل البشر مع بعض، حاجة ليها علاقة بالود والألفة. طب تعالوا نشوف ايه ده. خليني اقولك الاول ان النص ده دراسة وهو نص نثري. يعني ايه دراسة؟ يعني انا مش بحفظ الابيات نفسها او الدرس نفسه، لكن انا بفهم اللغويات ومواطن الجمال والشرح. نص نثري يعني زي المقال، ملهوش علاقة بابيات الشعر. تعالوا نشوف مع بعض اول فقرة عندنا بيتكلم عن ايه. بيقول لي ان طبيعة العصر الذي نحن فيه منافرة للاستبداد معادية للاستعباد. يعني اول حاجة بيوصف لك العصر اللي انت عايش فيه او المجتمع اللي انت موجود فيه وبتحتك فيه بالناس وبتتعامل معاهم. بيقولك ان هو من صفاته ان هو مش مفيهوش استبداد في الرأي. يعني مش معنى ان واحد اخد قرار يبقى الرأي ده هيتنفذ اجباريا على كل الناس، لا خالص. المجتمع بتاعنا بيبقى فيه حاجة اسمها الاخذ بالشورى. يعني ايه الاخذ بالشورى؟ يعني احنا بناخد رأي الاغلبية بس بشرط ان الرأي ده يكون في الصالح العام وهو اللي هيحقق المنفعة. ده غير كده ان العصر بتاعنا مبقاش عصر للظلم. هتقول لي ازاي؟ يعني هقولك دلوقتي بعد الثورات وكل الحاجات اللي حصلت جديدة في المجتمعات العربية وغير العربية، بقى في حاجة اسمها حرية التعبير عن الرأي، وبقت رأي الأغلبية في حالة ان هو كان صواب هو الرأي اللي بيمشي. فهو بيعرفك اول حاجة ايه العصر اللي احنا عايشين فيه، ايه صفاته. يبقى اول صفة عندنا منافرة للاستبداد. يعني ايه منافرة للاستبداد؟ تعالوا نشوف مع بعض. ادي اول حاجة، معنى كلمة الاستبداد اللي هي الانفراد بالرأي والحكم. يعني ما ينفعش ان انت عشان خاطر شايف ان رأيك ده اللي في دماغك ده هو اللي صح يبقى اجباري ان كل الناس اللي حواليك تنفذه. لا، الاوبشن ده، الحاجة دي اتلغت خلاص، بقت زمان. دلوقتي بقى فيه حرية في التعبير وحرية عن الرأي، طالما ان حرية التعبير والرأي ده ضمن الاطار الصحيح بتاعها. طب عكس الاستبداد ايه؟ المشاورة او الشورى. معادية للاستعباد. المعادية هنا اللي هي مخاصمة او مبتعدة، فمعادية هنا معناها مخاصمة والمقصود بيها كارهة. هتقولي ايه الفرق؟ هقولك احنا متفقين ان في اللغة العربية بتاعتنا عندنا معنى وعندنا مراد. المعنى اللي هو معنى الكلمة عامة في اللغة العربية، يعني معنى كلمة معادية عامة تبقى مخاصمة، لكن المقصود بيها في السطر هنا كارهة. المراد اللي هي كارهة او رافضة وعكسها مصاحبة او موافقة. طب يعني ايه استعباد؟ ان انا اخد الناس عبيد، ان انا ابقى شايف ان انا من الطبقة الراقية وكل الناس اللي اقل مني دول ناس مش كويسة ودول عبيد بالنسبة لي، وظيفتهم ان هم ينفذوا لي اللي انا عايزه او اللي احنا بنقول عليها الطبقية. ودي حاليا دلوقتي من الامور اللي مرفوضة على مستوى العالم كله، الطبقية دي ما بقتش موجودة. يبقى الاستعباد اللي هو اتخاذ الناس عبيد والمقصود بيها الاذلال وعكسها التحرير. يبقى الاستعباد ان ناخد الناس عبيد، ده معناها كلغه عربيه عامه. المراد بيها او المقصود بيها في الفقره عندي في السطر ده اللي هي الاذلال، يبقى عكسها التحرير. طيب الطبيعه دي اللي هي الفطره، الحاجه اللي ربنا خلقنا عليها، فمعنى كلمه طبيعه في اللغه العربيه عامه اللي هي الفطره، والمراد بيها الحال او السماء وجمعها طبائع. العصر الزمن. ركز معايا كويس قوي في جمع كلمة العصر لان ليها اكتر من جمع وانت لازم تعرف الاكتر من جمع. هتقولي طيب ما نعرف اتنين اسهل واخف عليا في المذاكرة. هقولك طيب خليني افكر معاك شوية. تخيل كده لو جالك اللغويات عندك اختيارات وجالك اختيار في الاتنين اصلا اللي انت مش مذاكرهم، هنعمل ايه وقتها يا بطل؟ ساعتها هنخسر الدرجة؟ لا طبعا. فالأحسن إن إحنا نعرف كافة المعلومات اللي خاصة باللغويات عندنا. عندي معنيين بعرف المعنيين، عندي أكتر من جمع بعرف الأكتر من الجمع، عندي أكتر من مضاد أو مقابل بعرف
برضو الاثنين. الجمع ادي العصور، واحد الاعصار والاعصر والعصر، يبقى انا عندي اربعه لنفس الكلمه ودول مهمين جدا. هتلاحظ ان الفرق ما بين الكلمتين دول واحده فيها الالف وواحده تانية عليها الضمه، فخد بالك وانت بتحفظ ما تخلطش الاثنين مع بعض. منافره اللي هي مباعده دي كمعناها او مرادفها. طب لو قصده المراد، يعني قصده في السطر اللي هي موجوده فيه، هقول له كارهه ورافضه ومعارضه وعكسها مياله ومحبه وقابله. هتقولي طب ما دي هي منافره ومعاديه، هقول لك اه عادي، ما في كلمتين بيكون ما بينهم ترادف. يعني ايه كلمتين ما بينهم ترادف؟ يعني كلمتين بيدوا نفس المعنى، واللغه العربيه مليئه بلغويات كتيره جدا ومعاني كتيره جدا والفاظ ودلالات، فعادي جدا ان انا يبقى عندي كلمتين بيدوا نفس المعنى. تعالى نرجع نقول تاني، يبقى هو من سمات العصر اللي احنا عايشين فيه رفضه للاستبداد اللي هو الانفراد بالرأي، وكمان رفضه للاستعباد اللي هو اخذ الناس عبيد او ذل اللي بيحصل للناس. يبقى احنا كده عرفنا اول سطرين وعرفنا اللغويات بتاعتهم. ميالة الى سوق القوى الانسانية في طريق واحد والى غاية واحدة. يعني ايه؟ بيقولك ان العصر ده او الوقت اللي احنا موجودين فيه بيميل، بيحب او بيتجه الى انه بيوحد قوى البشرية كلها للطريق الصح او الطريق اللي مطلوب منهم ان هم يروحوا له. يبقى من حاجة التالتة عندنا ان عندك طبيعة العصر بتاعنا بيوحد الجهود البشرية وبيخليها بتعمل في اتجاه واحد وهو الاتجاه الصحيح. يبقى احنا قلنا اول حاجة انه بيرفض الاستبداد بالرأي، بيرفض الاستعباد اللي هي اذلال الناس، وغير كده تالت حاجة انه هو بيجمع كل القوى البشرية في طريق واحد اللي هو طريق المفروض ان هم يسلكوه للخير او للتقدم. تعالوا نشوف اللغويات اللي هنا بتقول ايه. ميالة دي اللي هي محبة ومنحازة وعكسها كارهة. سوق اللي هو الحث على السير، والمراد بيها في السطر هنا توجيه وعكسها ايقاف. القوة اللي هي المقصود بيها الجهود او الطاقات، ومفردها القوة، غاية اللي هي هدف وجمعها غايات وغاي. يبقى احنا لحد كده عرفنا ثلاث حاجات من سمات العصر اللي احنا فيه. تعال نشوف هيقول لنا ايه تاني. طيب السؤال هنا بيقول ايه؟ لو قال لك بين صفات العصر اللي احنا عايشين فيه او العصر الذي نعيشه فيه، فانا كده هقول له ايه؟ ثلاث حاجات، ان هو بيرفض الاستبداد بالراي، بيرفض الظلم، وبيوجه قوى الانسانيه الى هدف او غايه واحده. تعال نشوف هنكتب ده بلغه عربيه سليمه ازاي. واحد، رفض الانفراد بالراي والدعوه الى العمل بمبدا الشورى. دي اول حاجة. احنا اتفقنا قبل كده ان احنا لازم تحديدا لو طلب مني سؤال مقالي، يعني في كتابة سطور، ان انت تكون اجابتك مرتبة في صورة نقاط. احنا عندنا هنا ثلاث نقاط، فانا هقول واحد اتنين تلاتة وحبدأ اشرح. ده هيوفر معايا في ايه؟ اول حاجة المصحح اللي هيصحح لك الإجابة هيكون شايف بالنسبة له الإجابة منظمة، فهيقدر يقرأ الإجابة بشكل كويس وهيقدر يديك درجاتك ويوزعها لك بشكل مناسب. بعض الناس بيبقى خطوهم مش واضح بشكل كافي، فتقسيمك للإجابة في شكل نقاط هيخلي شكل الورقة مريح للعين، فهيقدر يطلع لك الإجابة بشكل صحيح. ففي جميع الأحوال انت كسبان وهتقدر ان انت تاخد درجتك كاملة. بالإضافة ان في توزيع الموديل أنسر بتاع الإجابة بيكون هو ساعات لكل نقطة حاطط درجة او حاطط نص، فانت لو مدخل الإجابات كلها على بعض انت كده تلقائيا هتفقد درجات لعدم تنظيمك للورقة، فالنقطة دي مهمة جدا. يبقى قلنا واحد، رفض الانفراد بالرأي والدعوة الى العمل بمبدأ الشورى. تعال نشوف تاني حاجة، كراهية كافة مظاهر القهر والاستعباد. تالت حاجة، توجيه البشرية الى غاية واحدة وهدف واحد مشترك. يبقى احنا قلنا دلوقتي انا عندي ثلاث صفات او ثلاث سمات للعصر اللي احنا عايشين فيه. السمة الاولى ان هو رفض الانفراد بالرأي وبيعمل بمبدأ الشورى. السمة التانية كراهية كافة
مظاهر الذل والاستعباد، السمة الثالثة توجيه جميع القوى الإنسانية إلى هدف واحد وغاية واحدة. تعالوا نشوف مواطن الجمال بتاعتنا. افتكر مع بعض تاني ان مواطن الجمال عندنا بتتكون من ثلاث حاجات. الحاجة الاولى اللي هي التعبيرات، واحنا قلنا التعبيرات بتاعتنا يا تعبيرات خيالية يا تعبيرات حقيقية. قلنا اي تعبير في خيال يعني ما ينفعش يحصل على ارض الواقع، انا اول حاجة بقوله تعبير جميل حيث شبه، وابدأ اشوف هنا شبه ايه بايه بالظبط. طب لو ما فيهوش اي حاجة فيها خيال بقول تعبير جميل يدل، وابدأ اشرح الكلام اللي هو بيقوله او الغاية من الكلام اللي هو عايزه ايه. طيب عندنا حاجة اسمها اساليب، كل اسلوب وليه غرض. يعني ايه كل اسلوب وليه غرض؟ انا عمري ما هنادي على حد او امر حد او حنيه الا لو كان ليا هدف، الغرض ده هو مساوي للهدف اللي خلاني اطلب او استعمل الاسلوب ده ضمن سياق الجملة. فلما اطلع اسلوب لازم اتاكد ان ايه نوع الاسلوب والغرض بتاعه. الالفاظ، وده اغلبها واشهرها خالص، بيبقى حاجتين، يا هيقولك النكره دي للتهويل للتحقير للعموم والشمول، يا بيقولك علاقات الجمل هي نتيجه تعليل كده. تعالوا نشوف واحده واحده من اللي احنا قلناه. ان طبيعه العصر منافره للاستبداد معاديه للاستعباد. اول حاجه هو بداها لي بايه؟ بان انا عندي حاجه اسمها ادوات توكيد. يعني ايه ادوات توكيد؟ انا عايز اثبت لك ان كلامي ده صح مليون في المية وما ينفعش تناقشني فيه، ده حصل. بستخدم حاجة من الحاجات اللي انا هقولها دي، ان، ان، قد، لقد، انما. فاي واحدة من دول هتلاقيها في اول اي نص شعري، في اول جملة، هيبقى ده اسلوب مؤكد وتقول الاداة دي، فده اسلوب مؤكد بان. ادي اول واحدة. طبيعة العصر منافرة للاستبداد. هو العصر الزمن ده هيكره حاجة؟ هتقول لي لا. هقول لك حلو، هو مين من مخلوقات الله عز وجل اللي عندها مشاعر تقدر تحبه وتكره؟ هتقول لي الانسان. يبقى هو تخيل العصر ده انسان بيرفض الظلم، بيرفض الاذلال، بيرفض الانفراد بالراي. يبقى هو صور طبيعه العصر بايه؟ بانسان. الانسان ده ماله؟ يكره الظلم والانفراد بالراي. في حاجه مهمه جدا اسمها التناغم الموسيقي. يعني ايه تناغم موسيقي؟ تعال بص معايا هنا كده، منافرة للاستبداد، معادية للاستعباد. لو لقيت ان السطر بتاعك، وده خاصة في النثر، متقسم جملتين 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 جملتين، او كلمتين 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 فاصلة كلمتين فاصلة، ده بيبقى هو مقسمه بشكل لطيف عشان يسهل على القارئ. فاحنا طبعا مش هقول له ان هو مقسمه بشكل لطيف عشان يسهل على القارئ، هقول له ايه كمواطن جمال؟ هقول له ده في تناغم موسيقي، عشان اول حاجه جمله متقسمه كسطر، تاني حاجه ان الاواخر واحده، تاء مربوطه تاء مربوطه، الف دال الف دال. فلما تكون النهايات واحده والسطر متقسم بشكل متساوي، انا بقول ان ما بينهم تناغم موسيقي جميل يطرب له الاذان. منافرة احنا قلنا معادية او كارهة، وعندنا معادية اللي هي برضو كارهة، فالاتنين نفس المعنى. انا عندي لو الكلمتين نفس المعنى بقول ما بينهم ترادف، يعني المعنى واحد. لو كلمتين عكس بعض بقول ما بينهم تضاد، واحنا قلنا ان الكلمتين نفس المعنى فاقول ما بينهم ترادف. طيب منافرة ومعادية دي كده حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ هتقولي دي حاجة كويسة جدا، هقول لك تمام. طيب انا هقول كده، دي نكرة للتعظيم ولا للتحقير؟ هتقولي مش عارف احكم عليها ازاي. تعالى يا بطل ركز معايا. انا لو الحاجه اللي عندي دي الاول اتاكدت ان هي كويسه، يبقى احنا كده هنقول عليها نكره لحاجه كويسه. طب اتاكد ان الحاجه دي عظيمه او فكره عظيمه ازاي؟ لو لقيت الحاجه دي بتتكلم في الدين، عن الوطن، قضيه قوميه او حاجه للاخلاق، يبقى دي نكره للتعظيم. وهنا بيقول لي على حاجات رافضها المجتمع، والحاجات دي اللي رافضها المجتمع وحشه، يبقى كده المجتمع بيتصرف صح، يبقى هقول عليها نكره للتعظيم. يبقى دول نكرتان للتعظيم. ميالة إلى سوق القوى الإنسانية في طريق واحد وإلى غاية واحدة. ركز معايا، لما أقول ميالة إلى سوق، هل القوى الإنسانية دول حاجة هقدر أنا أزق فيها عشان أمشيها في اتجاه واحد؟ هتقول لي لا. هو أنا إيه اللي أقدر أحدد له اتجاه السير؟ هتقول لي الحيوانات أو الأغنام أو الخرفان وإلى ما ذلك يعني. طيب
يبقى هو هنا تخيل القوة الإنسانية بحيوانات أنا محدد لها اتجاه إيه؟ للسير. فده كده حقيقة ولا مجاز؟ هتقولي مجاز، هقولك طيب تعال نشوف. تصوير للقوة الإنسانية بكائنات تسير مترابطة ومتماسكة، يبقى هو تخيل إن القوة الإنسانية دي كائنات حية هو محدد لها مسار وهي ماشية في المسار فيه متماسكين ومترابطين مع بعض، زي لما انت تمشي قافلة من الأغنام بتلاقيهم كلهم ماشيين في سياق واحد زي اللي ماسك القافلة بتاعتهم أو اللي ماسك المجموعة وهو ممشيها. هو هنا قال لي إن وصف الطريق بكلمة واحد عشان يدل على وحدة الهدف. طب هو انا حددت لك هنا لما قال لك سوق القوه، هل انا حددت قوه معينه؟ هل انا حددت فكره معينه احنا ماشيين ناحيتها؟ هل انا حددت مثلا قضيه انا بدافع عنها؟ لا، طالما الكلمه نكره وانا ما حددتش اي حاجه فيها فهتبقى نكره للعموم والشمول. طريق وغايه دول كلمتين بيتكلموا على حاجه ساميه، على هدف عظيم، فهقول نكرتان للتعظيم. طيب منافرة وميالة. منافرة يعني كارهة، ميالة يعني محبة، يبقى الكلمتين دول عكس بعض في المعنى فيقول ما بينهم تضاد. تضاد يقوي المعنى ويوضحه. ده كده الفقرة الأولى. تعالى نشوف الفقرة الثانية بتقول: فهذا الطائف الرحماني الذي طاف على نفوس البشر فنبه منها ما كان غافلا لابد أن ينال منه النساء نصيبهن. هتقولي ده هو انا كده دي فقره دي ملهاش علاقه بدي. تعال احنا قلنا لك اول حاجه، قلنا لك صفات العصر صح، وان في حاجات كثيره كويسه. الطائف الرحماني المقصود بيه هنا تعاليم الدين الاسلامي اللي هو الاسلام، كان هو بيقول لك ان الاسلام هو اللي كان سبب في كل الصفات اللي بقت كويسه اللي انت سمعت عنها من شويه دي. فزي ما الاسلام غير من صفات المجتمع ده وحوله من مجتمع كان بيعيش بنظام قبلي، من مجتمع كان فيه عبيد، من مجتمع كان فيه انفراد بالراي وعدل صفات المجتمع، فبرضه تعليم الدين الاسلامي نظرت للمراه بعين الرحمه وادتها مكانتها. يبقى الاسلام كان المجتمع فيه زمان كان فيه انفراد بالراي، كان فيه قبليه وكان فيه عبيد، فهو غير كل ده. فزي ما الطائف الرحماني الاسلامي غير الحاجات اللي احنا قلناها دلوقتي ووجه المجتمع كله في اتجاه واحد، فبرضه الاسلام كان ليه دور مع المراه. تعالوا نشوف الاسلام كان ليه دور مع المراه ازاي. الذي طاف على نفوس البشريه فنبه منها ما كان غافلا لابد ان ينال منه النساء نصيبهن، يعني مش بس عدل المجتمع، لا ده غير في النفس البشريه ونبهها للصفات الكويسه فكدر على المراه. يبقى الطائف الرحماني احنا قلنا هنا اللي هو تعليم الدين الاسلامي، طاف يعني دار وحام وعكسها سكن، بد يعني مفر وجمعها بدده وابداد. خد بالك ان في كسره هنا مش بدده، بدده وابداد. ينال يعني يحصل على وعكسها يفقد أو يخسر. نبه يعني أيقظ، ما تقولش عكسها أنام، لا دي حاجة ودي حاجة تانية. نصيب اللي هو الحظ وجمعها، ركز معي، أنصباء بكسر الصاد أو أنصبة بسكون النون أو نصب بضم النون. غافلا اللي هو ساهيا أو غير منتبها، وعكسها يقظا ومنتبها، والجمع غافلين وغفولا وغفلا. يبقى احنا قلنا ان الاسلام هو اللي عدل كل ده. هنبدا نشوف ايه دور الاسلام في تحسين وضع المراه. فمن الواجب علينا ان نمد اليهن يد المساعده ونعمل معهن بقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعيفين المراه واليتيم. وبيقول لك ان الطائف الرحماني ده قال لك ان المراه ليها دور مهم جدا جدا جدا، وان لازم احسن وضعها في المجتمع. طب هنحسن وضعها ازاي؟ قال لك الواجب علينا يعني الفرض علينا اللي احنا ملزمين بيه. انتوا ملزمين بايه تجاه المراه؟ احنا ملزمين نمد اليهن يد المساعده، دي اول واحد. نعمل معهن بقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. يبقى الإسلام هيمد للمرأة يد المساعدة وهيرحمها ويحدد لها حقوقها وواجباتها وهيخليها فرد مهم جدا جدا في المجتمع. يبقى احنا قلنا أول حاجة إن العصر بتاعنا ليه ثلاث صفات. أول حاجة إن هو بيرفض
الانفراد بالرأي ان هو كمان بيرفض الذل والاستعباد ويجمع القوة في اتجاه واحد، وان اللي كان عمل كل ده هو الطائف الرحماني اللي هو الاسلام، وان الاسلام كان سبب في ان هو ينبه النفوس كل حاجة كانت غافلها عنها، فكان دور التالي على المرأة هيمد لها يد المساعدة وهيعمل معها بقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كده كان بيطلب من جميع فئات المجتمع، مش الرجال بس، جميع فئات المجتمع ان هم يعاملوا المرأة واليتيم بكل رفق ولين. طب ايه علاقة المرأة باليتيم؟ لان المرأة كائن يعتمد على مشاعره، واليتيم في حالة عدم وجود ابوه او امه برضو محتاج، فمشاعره نقدر نقول عليه ان هي مأزهة عدم وجود ابوه وامه، فالاتنين دول كائنات ضعيفة محتاجة للرفق ولين. ومش معنى الضعف هنا ان احنا ما بنقدرش نقوم بواجباتنا زينا زي الولاد، فتقولي لا يا ميس احنا بنقوم بواجباتنا وعدنا، دي حاجة ودي حاجة. الاسلام كرم المرأة، رفض الإهانة ليها، ضمن لها حقوقها، قال إن المجتمع كله يسهر ويتعب عشان راحة المرأة، وده ملوش علاقة بإن إحنا قادرين نشتغل ولا لأ، ملوش علاقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، دي حاجة ودي حاجة تاني. إحنا بنتكلم على الإسلام ضمن حقوق المرأة إزاي. نمد المراد بيها نقدم وعكسها نمنع ونحرم، المساعدة اللي هي المعاونة وعكسها الخذلان، اتقوا الله يعني خافوا الله، اتبعوا أوامره واجتنبوا نواهي المرأة جمعها النساء. إن تعليم الإسلام السامحة، يعني إيه تعليم الإسلام السامحة؟ الإسلام دين هين لين لا يقبل العنف. الإسلام أول ما ظهر كان بيأمر الناس كلهم بالإخاء والمحبة وإن هم يظهروا لبعض الرفق، فالتعليم الإسلام فيها حنية ورفق في جميع فئات المجتمع. تعليم الإسلام السامحة عملت إيه؟ تعليم الإسلام دي أيقظت نفوس البشر وارتقت بها. يبقى الإسلام لما جه أيقظ نفوس البشر وارتقى بها. إزاي أيقظ نفوس البشر؟ يعني كان المجتمع قبل الإسلام بيتصرف تصرفات كتيرة غلط، فجاء الإسلام قال له لأ خد بالك، التصرفات اللي انت بتعملها دي حرام ولا تناسب وصفك بان انت ارقى الكائنات اللي ربنا خلقها، فبما انك ارقى الكائنات اللي ربنا خلقها ففي صفات عليك ما تنفعش ان انت تعملها. وارتقى بها يعني فهموا ازاي ان هو كانسان في حاجات المفروض يعملها عشان هو يستاهل بعقله وبحكمته ان هو يكون في مكانة افضل من كده، فلابد ان ينعكس اثرها على المرأة. طبيعي جدا ان كان في بداية ظهور الاسلام ما كانش ينفع الاسلام يقولهم مرة واحدة يهتموا بالمرأة. لا طبعا غلط. هتقولي ليه؟ هقولك ان كان وقتها المجتمع العربي او المجتمع على مستوى العالم كله كان بيعمل تصرفات كتيرة حرام، فكان لازم الاسلام يهيئ النفس البشرية الاول، يعالج المشاكل اللي عندها الاول عشان بعد كده تتقبل ان في حاجة اسمها مجتمع، في حاجة اسمها حلال وحرام، في حاجة اسمها غلط وصح، ثم بعد كده يقول لهم في عنصر مهم في المجتمع قايم عليه المجتمع كله هو المرأة، فكان الاسلام ماشيها درجات لحد ما يوصل ان هو يجيب للمرأة حقها. فبالتالي بعد كل اللي الاسلام عمله ده لازم الصفات الكويسه اللي الاسلام علمها للناس تنعكس في معاملتهم على المراه. طب هتنعكس ازاي؟ ان احنا نساعدها ونتقي الله فيها، وذلك امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في الضعفين المراه واليتيم. فهذا الطائف الرحماني الذي طاف على نفوس البشر فنبه منها ما كان غافلا. الطائف الرحماني الذي طاف على نفوس البشر، هل ده معناه ان الطائف الرحماني اللي هو تعليم الدين الاسلامي دي ده انسان هيمشي يطوف حوالين نفوس البشر عشان ينبه منها كل واحد يقول له انت بتعمل صح وغلط؟ هتقولي لا. اقول لك يبقى ده هنا خيال، هو تخيل ان الطائف الرحماني ايه؟ انسان، فده تعبير في خيال، فتصوير لتعليم الدين الاسلامي بشخص يطوف بالبشر وينبههم، وتصوير للنفوس باشخاص غافله. طيب فنبه، احنا عندنا حروف العطف كل واحد فيهم ليه استخدام. الفاء تفيد السرعه، ومعنى كده ان في حاجه حصلت الاول في حاجه حصلت بعدها، والا ما كانش هيبقى فيه عطف. يعني لو ما كانش في حاجه حصلت الاول وحصلت بعدها ما كناش هنربط الجملتين ببعض. فهنا الفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب، يعني اول حاجه ان حصلت خطوات،
اول خطوة ان هو نبه نفوس البشر وصلح منها، بعد كده بعد ما صلح نفوس البشر فنبههم بدور المرأة. فده معناه ان في حاجة حصلت الاول اللي هو الاصلاح اللي حصل في النفس البشرية، يليها بعد كده اللي هو يبدأ يفهمهم دور المرأة. نبه وغافلا بينهما تضاد، وكلمة غافلا دي نكرة للتحقير، لان هو هنا كان غافل على حاجات اساسيات ومعروف ان هي صح، فدي نكرة للتحقير عشان الصفات اللي هو كان بيعملها قبل الاسلام ما كانتش كويسة. الطائف الرحماني لابد ان ينال منه النساء نصيبهن. هل هنا الطائف الرحماني دي حاجة مادية همسكها واروح لكل واحدة او كل بنت في العالم كله وابدأ اقول لها خدي منه حتة؟ هتقولي لا طبعا. فهو كده تخيل ان الطائف الرحماني ده شيء مادي، انا بوزع لكل واحدة من سيدات العالم نصيبها منه، فهو تصوير للطائف الرحماني بشيء مادي. ومعنى ان اقول لك شيء مادي، احنا الاشياء عندنا يا معنوية يا مادية. معنوية يعني انا ما اقدرش اشوفها، زي مثلا اقول هذا الشخص كريم، هل كرم اقدر اشوفه؟ هذا الشخص اخلاقه رائعة، هل الاخلاق دي هقدر اشوفها؟ لا. طالما الحاجة ما بتتشافش بقول عليها معنوية، لكن الحاجة اللي بتتشاف او اقدر ان انا اتعامل معها دي اسمها حاجة مادية. فهو تخيل الطائف الرحماني شيء مادي بينال منه النساء نصيبهن. لما اقول لابد يعني معناها ان الحاجة دي لازم، انا مصر ان هي تتنفذ ومفيش نقاش في عدم تنفيذها. فلابد توحي بالإصرار والإلحاح الشديد، ينال منه النساء نصيبهن. هقولك ده أسلوب توكيد، هتقولي ازاي؟ هقولك فاكر معايا لما قلتلك ان اول حاجة اساسية عندنا ان الجملة تكون عندنا مترتبة صح؟ هتقولي ازاي؟ اقولك يعني الجملة الفعلية فعل فاعل او احيانا مفعول به او لا، لما مفعول به مكملات جملة، الجملة الاسمية مبتدأ وخبر. طب افرض الاساسيين في كل جملة من دول اتفصل عن بعض وجمع بينهم حرف جر واسم مجرور، هل حرف الجر واسم مجرور ده مكانه في نص الجمله او في اولها؟ هتقولي لا، احنا اتفقنا ان هي في اخرها. برافو عليك، يبقى احنا عارفين ان الحرف الجر واسم مجرور او الظرف مكانه في اخر الجمله مش في اولها او في نصها. فانا لو ببص في مواطن الجمال عندي ولقيت ان في حرف جر واسم مجرور او ظرف موجود في نص الجمله وفاصل ما بين ركني الجمله الاساسيين، فده اسلوب توكيد بتقديم الجر والمجرور، وابدا ابص هو اتقدم على ايه. تعالى نبص مع بعض اكتر. لما اقول ينال منه النساء نصيبهن، هنا اصل الجملة ايه؟ ينال ده الفعل، مين اللي ينال؟ النساء. ماذا سينال النساء؟ نصيبهن. فاصل الجملة هنا ان في منه اتقدمت، فبقت الجملة اصلها ينال النساء نصيبهن منه. ده اساس الجملة، فعل فاعل مفعول، من اللي تنال؟ النساء. ماذا تنال؟ النصيب. فهنا منه من حرف جر والهاء ضمير متصل مبني في محل جر اسم مجرور، جه في مكانه في اخر الجملة؟ هتقولي لا. هقولك يبقى هو كده وقف ما بين مين ومين؟ هتقولي الفعل والفاعل. فده اسمه اسلوب توكيد بتقديم الجار والمجرور، تقديم الجار والمجرور منه على الفاعل اللي هو النساء. احنا اتفقنا مع بعض ان مواطن الجمال معتمد على الفهم، فركز معايا في كل حاجة انا بقولها لك احنا ماشيين معاها خطوات ازاي، ولو سمحت التزم بالخطوات دي وانت بتذاكر هتوفر عليك الحفظ. ليه بقى نلتزم بالخطوات دي؟ عشان وانا في الامتحان مع توتري مع ان انا بصص عشان الوقت بتاعي كده، هبقى انا في حاجات لو انا معتمد على الحفظ بس في حاجات هتسقط مني، فانا عشان كده بعتمد على الفهم، لان لو الحاجه دي نسيتها انا هشغل مخي وحاجه، انا كده ضمنت ان انا جبت الدرجه النهائيه. من الواجب علينا، الواجب على مين؟ هل انا حددت لك حد معين؟ هتقولي لا. هل قلت لك مثلا ان رؤساء الدوله ده الواجب عليهم، ان افراد المجتمع معينين ده الواجب عليهم، الرجال بس؟ لا، لك الواجب علينا كلنا اللي هو جميع عناصر المجتمع. فالنادي افادت العموم والشمول، لان هي ما حددتش طائفه معينه من المجتمع هي اللي المفروض عليها انها تعامل النساء معامله حسنه، الكلام كان ملزم به جميع طوائف المجتمع. طيب
تعالوا زي ما احنا مكملين مواطن الجمال لما اقول نمد اليهن يد المساعده. هي المساعده دي انسان له يد، فهيجي الانسان ده اللي هو في صوره المساعده هيقدم للمراه يد عشان يساعدها؟ هتقولي لا. هقول لك فهو تخيل ان المساعده ايه، انسان له يد يمدها لمين؟ للمراه. فهصور المساعده بانسان له يد، وده بيدل على ضرورة ان احنا نساعد مين؟ نساعد المرأة. فده تعبير يدل على ضرورة تقديم المساعدة والعون لمين؟ للنساء بصفة عامة. اتقوا الله في الضعفين المرأة واليتيم. تعالى نمسكها واحدة واحدة. اتقوا ده اسلوب ايه؟ هتقولي اسلوب امر. اي اسلوب امر من الله عز وجل او من الرسول صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الشريفة بيبقى غرضه الوجوب والالزام. يعني ايه الوجوب والالزام؟ الوجوب والالزام ده معناه ان انت ملزم مجبر ان انت تنفذه. هل ينفع يبقى امر جاي من الله عز وجل او من الرسول وما ننفذوش؟ لا طبعا. فمعنى ان اقول اسلوب امر ده كده نوع الاسلوب، غرض الوجوب والالزام يعني الهدف منه في السطر اللي هو فيه. طيب المرأة واليتيم جم أولهم ألف ولام، مع إن هو محدد ليش ست معينة، محدد ليش طفل معين في بلد، لونه شكله طوله عرضه محددش. هتقولي مش المفروض أقول نكرة؟ هقولك بس هي اللفظة جاءت إيه؟ عامة. فسواء نكرة أو معرفة الألفاظ ليها غرض أو ليها دلالة. فمعنى ان يجيلك كلمة عامة سواء نكرة او معرفة بيبقى غرضها العموم والشمول. فالتعريف في المرأة واليتيم يفيد العموم والشمول. طبعا علاقة المرأة واليتيم بما قبلها ده تفصيل بعد اجمال. يعني ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه اتكلم قالك اتقوا الله في الضعيفين. فالضعيفين هنا دي الكلمة المجملة، الكلمة العامة اللي انا بعد كده الرسول هيوضحها لك، هيقولك اتقوا الله في الضعيفين. طب مين الضعيفين دول يا رسول الله؟ المرأة واليتيم. فده كده الكلمة دي اسمها كلمة مجملة. يعني ايه مجملة؟ يعني كلمة انا محتاج ان انا افسرها اكتر او محتاج اعرف ايه اللي جواها. فجواها ايه؟ المرأة واليتيم، فده اسمه تفصيل. فهو هنا جاب لي الكلمة مجملة اللي هي الفكرة العامة، بعد كده جه وضحها لي. وده بيدل على الثقافة الدينية للكاتب. يعني ايه؟ ان الكاتب لما يجي يعبر عن فكرة معينة او يتكلم عنها يستخدم نص قرآني او يستخدم حديث شريف، فده معناها ان الشخص ده مثقف دينيا، وإلا ما كانش عارف انه يختار الآية دي او الحديث ده في السياق بتاع الجملة دي. فمعنى ان هو اختاره كان اختيار موفق، يعني ان الآية القرآنية او الحديث الشريف تناسب مع الفكرة العامة للكلام اللي هو بيقوله، يبقى هو مثقف ثقافة دينية. احنا كده خلصنا الجزء الاول من نص رحمة ومحبة. خلينا افكرك ان النص ده من النصوص النثرية المهمة جدا، وساعات بيجي اجباري، يعني بيجي اجباري مع نص عبد الرحمن. هو يا نص عبد الرحمن. طيب النص النثري يتذكر ازاي؟ احنا اتكلمنا عن طريقة مذاكرة النص القرآني، اتكلمنا عن طريقة مذاكرة الشعر، تعالوا نتكلم عن طريقة مذاكرة النثر. النثر ده يساوي المقال بتاع درس القراءة، بس الفكرة ان انا بعرف اللغويات بتاعته وبعرف هو بيتكلم عن ايه، الافكار او النقط اللي هو بيتكلم عنها، وتالت حاجه بشوف اللغويات بتاع المواطن الجمال. طيب احنا عرفنا ان الجزء اللي احنا اخدناه ده مع بعض كان بيتكلم عن صفات العصر، بعد كده دور الطائف الرحماني في تغيير النفوس اللي هو تعليم الدين الاسلامي، بعد كده ايه واجبنا نحو المراه. يبقى انا عندي اعرف ان انا لو طلب مني اسئله في الشرح مش هيطلع بره الثلاث نقط دول، بعد كده اللغويات بتاعتي، وبعدها نيجي لمواطن الجمال. احنا لقينا خيال كتير ولقينا اساليب قليله، اساليب اللي هو امر نهي احنا لقينا اتنين، بس لقينا اساليب مؤكده اكتر، يا مؤكد بان او بتقديم الجار والمجرور. ده اللي احنا كده لقيناه، ولقينا علاقات ما بين جمل، لقينا الالفاظ العموم والشمول جت كتير، ولقينا نكره للتعظيم ونكره للتحقير. ده كله انت بتذاكره عادي جدا، بقرا النص، ببدا اكتب اللي انا فهمته والخصه في نقاط اللي هو الجزء اللي احنا بنتكلم عليه، طلعت اللغويات بتاعتي، بعد كده بدات اشوف مواطن الجمال بتاعتي فيها ايه، بعد كده ابدا احل على الجزء ده. فالنص ده من النصوص المهمه جدا 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 في الوحده الثانيه. ذاكروا كويس قوي، حل بنك الأسئلة بتاعته، وإن شاء الله لحد أما أشوفكم المرة الجاية ونكمله مع بعض.